السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزيل. مفاجأة غير منتظرة، وين الكاف يمنح المغرب تنظيم شرف كأس إفريقيا مجددا، يعني تاع الفوتسال. ألف مبروك عليهم، يعني وين يحضروا هذه هي كأس، هذه هي باش يحضروا الكوب دي موند كاس افريقيا، باش يحضروا هذو كاع لي تيست غادي تديهم. المغرب غادي تدي عده تظاهره غادي تديها. ما ننساوش باللي فانيك السعوديه وين دات 24 تظاهره، يعني من اجل تحضير كاس العالم 1934 والمغرب غادي يديها ديميترونت، وعندو كاس افريقيا 2025، يعني عندو بزاف تظاهرات. غادي نشوفو بلاك يمكن حتى كاس العرب وتديها المغرب، لا يعطوها لي تيست. هادو كيما دارو القطر، بالك تعقلو كيما دارو القطر. هادي باش يكون على بالكم، حنا رانا نهضرو في الرياضة، باش يكون على بالكم برك. وين منح الاتحاد الافريقي لكرة القدم المملكة المغربية شرف تنظيم نهائيات كاس امم افريقيا لكرة القدم داخل الصالات، يعني رسميا يوم الاربعاء، ليواصل بذلك المغرب زيادته الكروية، يعني ريادته الكروية على الصعيد الافريقي بعدما بات وجهة لتنظيم العديد من البطولات والتظاهرات الكروية في الاعوام الاخيرة. واعلن الاتحاد الكرة المغربي لكرة القدم عن موقعه الالكتروني في بيان رسمي عن منح الكاف شرف تنظيم هذا الحدث القاري للمغرب شهر أبريل القادم، حيث ستكون هذه البطولة مؤهلة لثلاث منتخبات إفريقية لنهائيات كأس العالم المقررة بأوزباكستان خلال العام الجاري. أنا نقول لكم بلي المنتخب المغربي تاع الفوتسال، خاطر أنا ضد هذيك الجماعة تاع اللي يقول لك هذا المنتخب من بين، لا منتخب عالمي. انا نقول ديرك منتخب عالمي، منتخب هذا تاع الفوتسال تاع المغرب محتاج كاس العالم برك. هذا مكان محتاج كاس العالم، ماشي قضيه تاع محتاج كاس العالم. كاس افريقيا عنده، كاس القارات عنده، كاس العرب عنده، كاع الكؤوس، يعني خاصه كاس العالم لانه منتخب عالمي. ما نقولش منتخب يعني من منتخبات العالمية، تاع من منتخبات ما نقولهاش، نقول بلي منتخب عالمي، يعني بشهادة الجميع، ماشي علينا حنا كاين اللي يجي يقول لي انت تشكر في المغرب، يا ودي لا صاحبي، هذه حقيقة قدامك، ها قدام عيني. منتخب اللي هرس كاع المنتخبات، يعني افريقيا عربيا يعني عالميا، هرس كلش قدامه، محتاج كاس العالم، اعطيه كاس العالم. هذا المنتخب يستاهل كاس العالم فوتسال، المنتخب المغربي صورتو ذاك المدرب دقيق، يعني وين يستاهلها العمل اللي قام به وكلش، يعني هو اللي رد الواجهة تاع كرة القدم في شمال افريقيا داخل القاع، داخل القاع في شمال افريقيا. في العرب هو اللي رد الواجهه، وراه في المستوى الاول، يعني مع الكبار، ماشي مع الصغار، راه مع الكبار، يعني معروف عالميا. هذا المنتخب المعروف عالميا، يعني حقيقه صاحبي. انا كره هذيك تاع تشكر يا ودي، مشى تشكر، انا نهضروا في كره القدم، في الرياضه اخويا. ما شو السياسه، خليها الناس فوق، الله يسهل عليهم بيناتهم يا ود عمي. حنا نهضروا كرة قدم، ما تعيوناش بالأفكار تاعكم. كاين سياسة، كاين موليها، كاين موليها السياسة، خاطر غادي تدخل فيها غادي تطرطق من راسك. حنا كرة القدم شوية يتبحر لنا، حسن نزيد سياسة، أنا تهضر عليا سياسة تولي الناس تولي تضحك عليا، كون نهضر سياسة الناس تولي تضحك عليا، ما نعرفش أنا وعد الناس، ما نعرف سياسة. انا لو كان تهضر نهضر لك السياسات ولي الناس تولي تضحك عليا، ندخل في مجال ما نعرفوش، ندخل في مجال ما نعرف كاع، سبحان الله. عايش كرة قدم، نبغي كرة قدم، رياضة، نبغي رياضة عادية. وين سبق المغرب أن نظم كأس إفريقيا لأمم لكرة القدم داخل الصالات والتي أقيمت بمدينة
يعني 2020، كما أنه أقيم في المغرب في عام 2020، كما أنه توج بها بعد فوزه على المنتخب مصر بخماسية نظيفة في مباراة نهائية، بعدما بات يعني المنتخب المغرب من بين أفضل المنتخبات العالمية، ما نقولش من بين، نقول بلي أفضل منتخب عالمي في هذا الاختصاص الرياضي بقيادة المدير الفني هشام دقيق. تطور كبير للمنتخب المغرب داخل الصالات، وين يعتبر المنتخب المغرب لكرة القدم داخل الصالات يعني نموذج يعني يحتذي به على الصعيدين القاري والعالمي أيضا، بعدما جاء من بعيد وتطور في وقت وجيز ليصبح من أقوى المنتخبات العالمية، يحصل بحصده الأخضر واليابس إفريقيا وعربيا، كما توج قبل أشهر بلقب كأس القارات في تيراندا، وفاز المنتخب الأسود الأطلس بلقب كأس أمم إفريقيا عام 2016 و2010، وأيضا بثلاث ألقاب للبطولة العربية، وبلغ ربع نهائي كأس العالم عام 2021، كما تفوق على العديد من المنتخبات العالمية أبرزها البرازيل في لقاء ودي، بعدما بات يختار مبارياته الودية مع أفضل منتخبات من أوروبا وأمريكا الجنوبية، كما يسعى الأسود الأطلس داخل الصالات للفوز بلقب كأس العالم في حاجة كبيرة. أولا ماشي زعاقة، أخويا ماشي قسرة، نعيش قسرة أخويا. والله ما هي قسرة، الناس والله ما هي تلعب. ولا إيه وقتو كيفاش والمنتخب وراه يحضر يعني بكل قوة، وانتو باش تدي نتايا تعاود تدي تنظيم يعني ما يستاهلوها، خاطش عليها راهم باينين. راهم باينين نقولك، راهم باينين راهم يخدمو، الناس هي تخدم خدمة المنتخب تاعهم يخدم بين. الناس بينت خويا، الناس هي تبين. شوف سهلة ولا أي سهلة خويا، على هذيك نقول بلي المنتخب اليوم وين يبقى من المنتخبات يعني القوي، يعني المنتخب القوي يعني ماشي قسرة ولا هذه يا خويا، يعني وين منتخب قوي يستاهل كل الخير. هذا المنتخب تاع فوتسال وين ماذا بينا، خاطش علاه تطمع فيه بلي يروح أبعد نقطة في كأس العالم، يروحوش برادة، هذو ما يروحوش برادة، هذا المنتخب ما يروحش برادة، ما يروحش بتاع برادة، منتخب كيختار اللعابة ماشي تاع صاحبي وصاحبك، لا باش تربد العلامة.
لازم تعلموا هذه باش تربط الاعلام خويا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم. سعيد وخطي.